أيها الإخوة الكرام، في طريق النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مر بخيمة أم معبد. أم معبد امرأة لها خيمة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر، قال: وكانت امرأة برزة، معنى برزة أي برزت محاسنها، هذا قول، معنى برزة أي امرأة موثوق برأيها وعفتها، القول الثاني أرجح، أو انكشف وجهها، أو كهلة لا تتحجب كما تتحجب الشابات، هذه المعاني وردت بكلمة برزة. يرجح عندي أنها امرأة موثوق برأيها وعفتها، وأنها كهلة لا تتحجب أو لا تخفي وجهها، وكأن الحجاب من الفطرة. هذه امرأة لم تسلم بعد، الحجاب من الفطرة. ورد في القاموس أن المرأة البرزة هي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشابات. أيها الإخوة، وكانت امرأة برزة جلدة ليس بين جلدها وعظمها لحم كثير، يعني ممتلئة ولكنها ليست بدينة. وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي، قال بعض العلماء: الاحتباء حيطان العرب. الخيمة ليس فيها حائط تستند إليه، بل إن القماش لا يحتمل أن تستند إليه. إذاً كان العرب وهم في الصحراء يشبكون أصابعهم أمام ركبهم، وهذا هو الاحتباء. إذاً هذه المرأة كانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها. يسألها النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه، سألها: هل عندك شيء نشتريه؟ فقالت: والله لو عندنا شيء ما أعوزتكم إلى القرى، لو عندنا شيء نبيعكم إياه ما حملتكم على أن تسألوني، لأطعمتكم من تلقاء نفسي. لأن صفة الكرم والشجاعة من أبرز صفات الصحراء. ومرة إنسان كان من لصوص الخيل، تصنع الألم من شدة الحر، مر به فارس على فرسه فرق له ودعاه إلى ركوب الخيل. ما إن ركب هذا اللص الخيل حتى دفع صاحبها نحو الأرض وعدا بها لا يلوي على شيء. قال له صاحب الفرس: يا هذا، لقد وهبت لك هذه الفرس ولن أسأل عنها بعد اليوم، ولكن إياك أن تشيع هذا الخبر في الصحراء، فتذهب منها المروءة، وبذهاب المروءة يذهب أجمل ما في الصحراء. والآن الذين يمنعون الماعون، تقترض فلا تؤدي، يقترض فلا يؤدي، الآن معظم الناس يمتنعون عن الإقراض الحسن. هذا الذي اقترض ولم يؤدي منع الماعون، هذا الذي استعار حاجة فأتلفها منع الماعون. أنت حينما تسيء لمن أحسن إليك تمنع الماعون، تمنع المعونة.
أيها الإخوة. ثم قالت: والشاء عازب، معنى عازب لا يدر درعها، وكانت سنة شهباء أي لا نبات فيها ولا مطر. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في جانب الخيمة، فقال: ما هذه الشاة؟ قالت: خلفها الجهد عن الغنم، أي التعب والمشقة والنصب. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، هي أضعف من أن تعطي اللبن. فقال عليه الصلاة والسلام بأدب جم: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي، إن رأيت بها حليباً فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ضرعها، مسح ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه، معنى تفاجت أي فرقت ما بين رجليها كي يسهل عليه حلب ضرعها، فتفاجت عليه ودرت. فدعا بإناء لها يربض الرهطة، معنى يربض أي يشبع يروي، الرهط أهلها زوجة وأولادها. فدعا بإناء لها يربض الرهطة فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقاها، سقى أم معبد، لم يشرب هو، سقاها أولاً فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب هو. ساقي القوم آخرهم شرباً. وحلب فيها ثانياً فملأ الإناء ثم غادره عندها وارتحلوا. فما لبس أن جاء زوجها يسوق أعنزاً عجافاً أي هزيلةً من شدة الجوع، يتساوكن هزالاً، يعني كل عنزة تشبه أختها في هزالها، لأن السنة شهباء قاحلة. فلما رأى اللبن قال أبو معبد: من أين هذا؟ والشاء عازب لا تدر ولا حلوبة في البيت. قالت: والله مر بنا رجل مبارك ومن حديثه كيت وكيت. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، وضعوا 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، صفيه لي يا أم معبد. هذا هو درس اليوم، صفيه لي يا أم معبد. ولمرة واحدة في درس السيرة نصف شكل النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدق وصف ورد عن أم معبد، لكن أصحابه الكرام من شدة هيبته ومن شدة مكانته إذا جلسوا معه كأن على رؤوسهم الطير، لم يصفوه، لكن أم معبد وصفته. قالت: هذا الرجل ظاهر الوضاءة، الوضاءة النظافة والحسن، ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه. الكلمة كالكائن الحي، يولد ويشب ويهرم ويموت. في كلمات كثيرة جداً في التاريخ العربي الآن ليست مستخدمة. أضرب لكم مثل، قال بعض الشعراء في الجاهلية: مدخوصة بنحيص الدحص بازلها، له صريف صريف القعو في المسد.
فهمتوا شيء؟ هي لغة عربية كلها كلمات الآن غير مستعملة، فهذا الوصف رائع جداً، إلا أنه أكثر كلماته تحتاج إلى شرح. رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، يعني نظيفاً، حسن الوجه، أبلج الوجه، وجه مشرق ليس عبوساً قمطريرة، حسن الخلق يعني كامل، لم تعبه سجلة. ما هي السجلة؟ ضخامة البطن. لم تعبه سجلة، ما له بطن كبير. التجار أحياناً يستخدمون كلمة بطن كبير لمعنى آخر. نعم. ولم تزري به صعلة. الصعلة صغر الرأس، ليس بطنه كبيراً ولا رأسه صغيراً. وسيم، وسيم يعني جميل. وأجمل منك لم تر قط عين، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأً من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وسيم قسيم، معنى قسيم له من كل أنواع الحسن قسم، يعني الحسن قد يكون طول، قد يكون بياض، قد يكون إلى آخره، له من كل أنواع الحسن نصيب قسم. في عينيه دعج، عيناه واسعتان، وبياضها شديد النصوع، وسواد بؤبؤها شديد السواد. وهذا هو الحور في اللغة، شدة بياض العين مع شدة سوادها. في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف. الأشفار رموش عينه طويلة، وفي أشفاره وطف. وفي صوته صحل بحة. كبار قراء القرآن الكريم، بعض كبار القراء له بحة محببة جداً، بحة الصوت فيها أنس، النفس تطرب لهذه البحة. في صوته صحل، وفي عنقه سطع، عنقه طويلة، في رأس ملزوق بالكتف، وفي عنق جميل. وفي لحيته كساسة، شعره غزير. أكحل، في سواد بجفنه طبيعي من دون كحل، أكحل. أزج، من أدق ما قال العلماء وعلماء اللغة في أزج، يعني حواجبه طويلة ورقيقة ومنقطعة بين العينين، في بياض ناصع بين الحاجبين، حاجب طويل ورقيق ومنعرج أقرن، يميل مع العين، طويل ورقيق ومنعرج، وبين الحاجبين بياض ناصع. أزج أقرن، شديد سواد الشعر. إذا صمت علاه الوقار، من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. دخل عليه رجل أصابته رعدة، قال: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. حتى أن أصحابه الكرام قالوا: من رآه بديهة هابه، ومن عامله أحبه. إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم علاه البهاء.
أجمل الناس وأبهاهم من بعيد. في إنسان على البعد جميل، إذا قرب منك والعياذ بالله. أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب، يعني جميل على البعد وعلى القرب. حلو المنطق، كلامه جذاب، بالتعبير الحديث متحدث لبق، يأسر القلوب بكلامه. لا نذر، معنى نذر أي قليل الكلام. أيام تسأل الطبيب ما الوضع؟ أخذ مبلغ كبير، ما بيتكلم ولا كلمة، خذ الدواء وبس. المريض بيحب يفهم شو وضعه، يعني الحالة صعبة سهلة، علاجها سهل. عيب بالإنسان قلة كلامه. في إنسان قلة كلامه جفاء لمن حوله، وفي إنسان لا يحتمل من كثرة كلامه. كان عليه الصلاة والسلام حلو المنطق، منطقه لا نذر ولا هذر. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، كأنه عقد. الحبة الأكبر، الأصغر، الأصغر، نظم الكلام فن. كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن. ربعة لا هو طويل، تشنأه العين من طوله، ولا هو قصير تقتحمه العين من قصر. لا هو قصير يقتحم، ولا طويل يصعب أن تنظر إليه. قال له واحد قصير لواحد طويل، الطقس عندك كيف؟ في مسافة. لأنه ربعة أي ليس بالطويل ولا بالقصير، معتدل. لا تقتحمه عين من قصر، ولا تشنأه عين من طول. غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظراً. معه اثنين، حادي الإبل وسيدنا الصديق، غصن بين غصنين. النبي الكريم كغصن أنظر الأغصان الثلاثة، أجملهم وأحسنهم قدراً. له رفقاء يحفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره. محفود أي التف الناس حوله، محشود مخدوم، لا عابس ولا مفند. في إنسان ينتقد دائماً، متعب، ظله ثقيل، كل شيء ينتقده، لا عابس ولا مفند، لا ينتقد. قال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش. يعني هذه الصفات الكاملة. بالمناسبة أيها الإخوة، هذا الإنسان الكامل الجميل الرحيم الحكيم المتواضع الأخلاقي الذي يوحى إليه، الذي معه القرآن، الذي آتاه الله المعجزات، الفصيح الحكيم، كل هذه الكمالات، قال له الله: أنت أنت بالذات على كل هذه الخصائص، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواحد لو لم يكن نبياً ولا رسولاً ولا يوحى إليه ولا معه قرآن ولا معجزات، وليس فصيحاً وليس جميلاً، ومع ذلك فهو غليظ. قال له: ولو كنت فظاً غليظ القلب، أنت أنت بالذات لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش،
الذي تطلبه ولقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى المدينة. هذا أدق وصف مر بالسيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم في شكله أولاً، وفي أخلاقه وتواضعه وأدبه وحسن صحبته مع إخوانه. هذا الدرس الوحيد في فقه السيرة متعلق بشكل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جمعت لكم بعض الأحاديث الشريفة حول خلقه صلى الله عليه وسلم. علمنا النبي الكريم أن أحدنا إذا وقف أمام المرآة ورأى شكله حسناً، يعني له عينان وله أنف طبيعي وله حجم معتدل، يعني شكله تام، كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. لأنه قيل: جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الجسم مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. واحد أنيق جداً، جميل الصورة، تكلم كلاماً بذيئاً، فقال له أحدهم: إما أن تتكلم وفق هندامك، وإما أن ترتدي ثياباً وفق كلامك. أخواننا الكرام، تجلس مع مؤمن، والله لا أبالغ، 30 عام، تصحب مؤمناً 30 عاماً لا تستمع منه إلى كلمة نابية أبداً، لسانه مضبوط. يا رسول الله، أو نؤاخذ بما نقول؟ قال له: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ومن عد كلامه من عمله نجا، لأن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً، يهوي بها في جهنم 70 خريفاً. كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، متفق عليه. يعني كل واحد منا إذا الله عز وجل كمل خلقه، عليه أن يسعى ليكمل أخلاقه. وكان عليه الصلاة والسلام أبيض مليح الوجه، ولا تنسوا مرة ثانية الدعاء المأسور عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقف أحدكم أمام المرآة ورأى شكله حسناً، أن يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام مربوعاً عريض ما بين المنكبين، كث اللحية تعلوه حمرة، بالتعبير الدارج على كل خد وردة تعلوه حمرة. لقد رأيته في حلة، يقول راوي الحديث: رأيته في حلة ما رأيت أحسن منه. أخواننا الكرام، الإنسان بحاجة إلى الجمال. إذا رتب بيته، نظف بيته، رتب محله التجاري، أنا لا أقول أن تشتري أشياء غالية، لكن الجمال لا يحتاج إلى مال، يحتاج إلى ذوق فقط. المسلم كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا رحالكم
أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. كان عليه الصلاة والسلام ضخم الرأس واليدين والقدمين، حسن الوجه، لم أرى قبله ولا بعده مثله، رواه البخاري. وكان عليه الصلاة والسلام وجهه مثل الشمس والقمر، وكان مستديراً، رواه مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سُرَّ استنار وجهه كأنه قطعة قمر. لذلك ورد في بعض الأحاديث: إذا كان الوجه الحسن رجلاً لكان رجلاً صالحاً. وكنا نعرف ذلك مسرور. وكان عليه الصلاة والسلام لا يضحك إلا تبسماً، يعني في ضحك في قلة أدب، يضحك الإنسان، لكن كان ضحكه التبسم. في شخص بيقلب لورا. وعن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، يعني أعماق الحلق. الإنسان أيام بيضحك بيفتح فمه هيك، ترى إلى أعمق حلقه. تقول السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً حتى أرى منه لهواته، إنما كان ضحكه التبسم. ويقول سيدنا جابر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة فجعلت أنظر إليه وإلى القمر وعليه حلة، فإذا هو عندي أجمل من القمر. الله عز وجل جميل ويكسب المؤمن جمال، ولو كان ملونة. سيدنا بلال ملون، أنا متأكد أن في وجهه نور. الإنسان بيكون أيام لونه فاتح جداً واستوفى الجمال البشري، لكن في ذنوب ومعاصي وآثام وخبث بتلاقي وجهه في فتور، في غبرة ترهقها قترة. أيها الإخوة، أبو طالب وصف النبي عليه الصلاة والسلام شعراً قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يطعم اليتامى ويمنع الأرامل من أن تظلم. أيها الإخوة الكرام، الحياة الدنيا كما يقال ساعة اجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة، والإنسان بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه. ومن أدق تعريفات الإنسان أنه زمن، أو أن أثمن شيء يملكه هو الزمن، وأن الزمن رأس ماله، وأن هذا الزمن إما أن ينفق استهلاكاً وإما أن ينفق استثماراً. فإذا طلبت العلم وتعرفت إلى سيد الخلق وسرت على منهجه أنشأ الله لك حقاً عليه. أنا أخاطب الشباب، المستقبل مخيف، لكنك إذا كنت مع الله
مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل الشاب المؤمن كما يعامل الشاب المتفلت. قال تعالى، دققوا في هذه الآية أيها الشباب، يعني سمعت خبر أنه مما يلفت النظر أن رواد المساجد في دمشق خبر أذيع قبل يومين من الشباب، وأنا أخاطب الشباب، وريح الجنة في الشباب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل شاب مؤمن يخاف من الله كما يعامل شاب فاسق، بل ما من شيء أحب إلى الله تعالى من شاب تائب. إن الله عز وجل ليباهي الملائكة بالشاب التائب، يقول انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي، انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. إذاً ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. حضور درس فقه السيرة مما يجب على كل مسلم، لماذا؟ ليعرف عن النبي أخلاقه، ليعرف عن النبي شمائله، ليعرف عن النبي رحمته، ليعرف عن النبي تواضعه، ليعرف عن النبي حكمته، ليعرف عن النبي عفته. سيدنا جعفر لما سألوا النجاشي حدثنا عن نبيكم، قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، والحمد لله رب العالمين.